كان جات في إطار الدعوة التي تلقيناها من طرف المركز الوطني مكافحة العنف ضد الأطفال والاعتداءات على الأطفال، ضمن دواء يعني بالأكادير، وشاركت واحد مجموعة ديال الجمعيات متدخلة في المجال، وحاولنا أن نناقش يعني المشاكل اللي كتخبط فيها المدينة والمملكة بصفة عامة حول ظاهرة الأطفال في ضواط الشارع والاعتداءات الجنسية والاعتداءات الجسدية والنفسية، يعني كل الكراهات والاعتداءات اللي كتعرض للأطفال. واقترحنا من جانب ديالنا أنه أن الأوان أن نناضلوا ونقدموا يعني التوصيات للجهات المسؤولة من أجل إحداث مراكز ديال الإيواء استعجالي للأطفال في ضواط الشارع، أطفال في ضواط الصعبة، كذلك مراكز ديال المصاحبه، تفعيل ديال مراكز المصاحبه، اعاده الادماج لهذه الفئه. اما الا كان دائما كنوجهوا الخطابات وكنقولوا راه خاصنا دون ما يكونوش هذه المراكز متوفره في المدينه، يعني فين نحيلوا هذه الحالات؟ كاين اشخاص، وحنا كنشاهدوا ان الان المغرب يعني كيمرمح الظروف ديال موجه برد كارثه والامطار، والاطفال والاشخاص دون ماوى كيباتوا في الشارع. يعني الى متى نقولوا دائما كل نهار نوجهوا النداءات ديالنا؟ كنطالبوا من هذا المنبر ومن خلالكم نطالب المسؤولين، ونطالبوا السيد الوالي، ونطالبوا السيد وزير الداخليه، ونطالبوا رئيس الحكومه، ونطالبوا البرلمان المغربي باش يتفاعل مباشره مع النداءات ديالنا ويخدموا من اجل احداث مراكز الايواء للاطفال في ضواط الشارع، مراكز الايواء للاطفال دون ماوى، ومراكز ونفتحوا مراكز ديال المصاحبه الاجتماعيه وعاده الادماج، ننقذوا هاد الاطفال. ما نفكروش الخطط ديال 2033 2022 وحنا عندنا العشرات ديال الاطفال يبيتون الان في الشارع، كيبيتون الان في الشارع. ما خصيش يكون عندنا كما خرجنا بالتوصيات ديال هادي 98 كنسمعوا اكادير جدير بالاطفال، اكادير جدير باطفال، وهكادير كيبيتون مئات ديال الاطفال في الشارع. كيفاش الاكادير الان ولا يستقبل عشرات ديال الاطفال كيجوا من مختلف المدن على جهات سوس ماسا، وكذلك يجوا من بعيد وكيجوا الاكادير، ولكن في الليل كيباتوا في الجراد، يباتوا هذو تيتعرضوا للاعتداءات الجنسيه، وكاين منظمات ديال المنحرفين اللي كيستغلوا هاد الاطفال من اجل يعني استغلالهم في التسول، وكيبيعوا لهم مخدرات، مواد لاصقه. شكون اللي كيستافد؟ يعني كنشوفوا غير حي السلام وحي الدخله كتباع يعني الماده اللاصقه ب 20 درهم القطعه لهذاك الطفل اللي كيتسول باش يبقى دائما يتسول. شكون غادي يتحرك؟ فين هي المسؤولين؟ فين هي الاراده؟ فين هي الحكومه؟ فين هي النيابه العامه اللي خصها تفعل؟ ميستر ماشي تسناو حتى ندير انا شي كيرد واحد عاد غادي نتحركوا. يعني خص انا الاول المسؤولين يتحركوا. كاين مراكز في اكادير غير مسدودين، مراكز مسدودين، وكنفكروا حنا باش امتى غادي نديروا واحد الخطه، امتى غادي نديروا؟ الاطفال الان كيباتوا الان في الشارع. يعني خصنا نخرجوا نقدوا هذوك الاطفال، نديروا يد فريد، ونخلوا السياسه في اتساع، ونخدموا العمل الاجتماعي. من نهار سياسنا عمل اجتماعي ما عمر غادي نوصلوا. واحد كيضرب في الثاني، واحد يضرب في هذا، واحد يضرب، والاطفال كيباتوا في الشارع. هذاك الطفل في وديه الشارع علاش غادي ندوه لمركز مثلا حمايه الطفوله؟ ما عندوش تماس مع القانون، وهو طفل في وديه صعبه، ما عنده فين يمشي، خاصو المراكز ديال الايواء.